الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 48 كتاب العلم، وفيه 6 أبواب. والعلم هو المعرفة مع الفهم المطابقة للواقع عن دليل، هو ده تعريف العلم. يبقى هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، يسموه ايه؟ علم. إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. طب لو واحد مدرك إدراك جازم مطابق للواقع ولا يعرف الدليل، يسموه مقلد. يسموه مقلد. يبقى الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل يبقى عالم. طب إدراك جازم مطابق للواقع بغير دليل يبقى مقلد. طب إدراك جازم غير مطابق للواقع، إدراك جازم غير مطابق للواقع يبقى إيه؟ يبقى ضلال. زي النصارى يقول إيه؟ الله ثالث وثلاثة. عندهم إدراك جازم لكن غير مطابق للواقع ويفتقر للدليل، يبقى دول اسمهم ضالين. كويس. طب عدم الإدراك الجهل، يبقى عدم الإدراك أصلا هو الجهل اللي هو يقابله العلم. يبقى عدم الإدراك من الأصل يبقى الجهل. طب والإدراك الجازم، الجازم عشان نخرج الشك لازم يبقى جازم، يعني بدون شك إدراك جازم، ولازم يبقى مطابق للواقع عشان يبقى حق، ولازم يبقى عن دليل عشان يبقى علم. يبقى العالم لابد أن يكون مفتقر للدليل في علمه. طب احنا عندنا بقى ايه المعرفة؟ ايه هي المعرفة؟ هي الإدراك الجازم الغير مفتقر لدليل. إدراك جازم مطابق للواقع غير مفتقر لدليل، حتى صار العلم ضروري. يعني إيه؟ كأن العلم عند أهل المعرفة بدهي، لا يحتاج لدليل. ولذلك عند أهل التصوف المعرفة أعلى من العلم، لأن المعرفة عندهم هي عين اليقين، والعلم عندهم هو علم اليقين. ثم بعد المعرفة مقام أعلى يسموه التحقق، وهو حق اليقين. يبقى عندنا مقام العلم وهو علم اليقين، وده يفتقر لدليل، وفي مقام أعلى منه وهو المعرفة أو المشاهدة، وده يسموه عين اليقين، وده لا يفتقر لدليل، لأنك إذا شاهدت الشيء مش محتاج دليل على وجوده، ما أنا شايفه، في أكتر من إن أنا شايفه. فهمت بقى؟ وفي بعد كده مقام أعلى من المعرفة وهو حق اليقين، أن تعيش المعرفة نفسها وتتذوقها. فهمت إزاي؟
ده يسموه حق اليقين، التحقق. يبقى في حاجة اسمها علم، وفي معرفة، وفي تحقق. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن. متشابه القرآن هو ما كان محتملا لمعان كثيرة بغير ايه؟ بغير مرجح، او غير واضح المعنى، غير واضح المعنى المراد، للعجز عن ادراك معناه. يبقى قد يكون المتشابه للعجز عن ادراك معناه، وهذا ما يتعلق باوصاف الله، وقد يكون المتشابه مشترك المعنى في معان كثيرة بغير مرجح، زي القرء مثلا في لغة العرب ده مشترك، يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، مش كده برضو؟ احتمالين متساويين بالظبط، القرء يا اما حيض يا اما طهر، العرب تستعمله كده، مش كده برضو؟ فيقوم يبتدي بقى كل عالم يختلف، ارجح ايه؟ ارجح الطهر ولا ارجح ايه؟ الحيض. يجي الامام ابو حنيفه يقول لك لا انا ارجح الحيض، يجي الامام الشافعي يقول لك لا انا ارجح الطهر، لانه اذا اعتبرناه بالحيض هنطول العده على المراه، واذا اعتبرناه بالطهر مش هنطول العده على المراه، واطاله العده على المراه نوع من الضرر، والشرع بيقول لا ضرر ولا ضرار. ابو حنيفه يقول لك لا مفيش ضرر، ده الفرق هيبقى بسيط، مش هيتحقق الضرر لانه ده فرق بسيط، ده ايام يوم ولا اتنين، ايه مش هتفرق حاجه يعني، مش متحقق الضرر اصلا، واخد بالك؟ وبالتالي الترجيح الشافعيه ده عند الاحناف مش مرجح، لان خصوصا ان العدد بيتم بايه؟ بالحيضات، لان نزول الدم علامته اقوى من علامه الطهر، لانه لا يختلف فيه اسنان، دم نازل ما يختلفش فيه اسنان، لكن هل تطهرت ولا انقطع الدم؟ دي لسه تحتاج انها تتربص تنتظر. وهكذا يبقى ايه يختلفوا ايه العلماء في المتشابه، قد يكون متشابه يعني يحتمل عدة معاني بطريقة متساوية، وهنا يحتاج لترجيح، وقد يكون للعجز عن ادراكه، وهذا متعلق بايه؟ بصفات الله عز وجل. يبقى المتشابه محل الفقه، متشابه المعنى اللي يحتمل معاني كثيرة ده محله الفقه، والمتشابه المتعلق بالالوهيات ده محله علم العقائد والالوهيات. المتشابه المتعلق بالالوهيات الامان فيه هو العجز، ولا تتكلم فيه، لانك عاجز عن ادراك روحك التي خلقها الله وهي مخلوقه، فما بالك الذي خلقها؟ يعني انت تعجز ان تدرك بعض المخلوقات، فكيف تدرك الذي خلق؟ وبالتالي انا داخل في الصفات وعارف ان انا عاجز، اقوم اعمل ايه؟ افوض الامر لله، ما اجيش بقى اتكلم طول النهار، اعمل خطبه على معنى الاستواء على العرش، واعمل خطبه ان له يد، وخطبه ان له رجل، وخطبه ان له ساق، ودرس ان له نزول حقيقي، زي ما بيعمل الوهابيه والمجسمه، دول بيتبعوا ما تشابه منه، ويجوا في الامور الفقهيه اللي هي فيها محل بقى ترجيح يتركوه. فهمت ازاي؟ عشان كده الامام الشافعي قال للربيع ابن مراد تلميذه راوي مذهبه من اهل مصر وراوي كتبه، الربيع كان بيحب ايه؟ يتعلم الامور المتعلقه بالالوهيات، ويقعد يدرس بقى ويخش مع المعتزله ويخش مع المجسمه ويخش، فقام الامام الشافعي قال له يا ربيع عليك بالفقه، إن لم تصب الحق يقال أخطأت، وابتعد عن الصفات المتشابهة للرحمن فإنك إن أخطأت يقال كفرت. فأنت عايز تبقى كفرت ولا أخطأت؟ فخليك في الفقه. شفت بقى إيه؟ شفت نصيحة الإمام الشافعي؟ فهم يتركوا الأمور اللي هي يقال فيها أخطأت، ويتكلموا في الأمور اللي يقال فيها إيه؟ كفرت. وعلشان كده في قلوبهم زيف،
يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، تفريق الأمة، وابتغاء تأويله، وهيهات يحذركم الله نفسه، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قدوس يعني مطهر حتى من أن تتصور تنزهه، يعني أنت بتنزهه أعلى تنزيه، أهو ربك بقى فوق هذا الأعلى اللي أنت وصلت له كمان. شفت إزاي؟ يعني أنت عاجز حتى عن تنزيهه، حتى عن إدراك تنزيهه، فما بالك تدخل في تحقيق صفات ذاته. فهمت إزاي؟ وتصورها. وعشان كده ربنا بيقول يحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه يعني ذاته. تكلم في صفات الله لكن لا تتكلم في ذات الله. يقول لك الاستواء صفة ذاتية، طب ما يمكن صفة فعل، ايه عرفني؟ يجعل الاستواء صفة ذاتية، اليد صفة ذات، طب ما يمكن صفة فعل، ايه عرفني؟ ليه اذا كان ربنا يقول لك يحذركم الله نفسه ذاته، ربنا بيحذرنا اهو في اكثر من آية، وبيقول ايه؟ ليس كمثله شيء. واحنا اطفالنا، واحنا اطفال اول سوره حفظناها يمكن قبل الفتح، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يعني مثيل، وانت اي تصور في ذهنك مثل فهو غير هذا المثل، لان اي تصور في ذهنك مهما تصورت فهو مثل، فهو كفو يعني له مثل. فهمت ازاي؟ الله لم يكن له كفوا احد، يبقى لازم تنزهه عن كل تصور. لا، هم عايزين يتصوروا ان ربنا فوق بالجهه وقاعد على العرش زي ما انا قاعد كده على الكرسي، واخد بقى، وان العرش كمان بيزيق تحتيه من كتر التقل، يعني له ثقل، له جسم، ويشاروا اليه بالبنان. هي دي الوثنيه بحقيقتها، هي ده الوثنيه بحقيقتها، يعبدوا اله جسم له وزن وله اعضاء، ويعني افتقر الى اعضائه، وهو بيقول لك احد، احد يعني لا يتجزأ، والاعضاء تجزئ، فكيف يكون احد وله اعضاء؟ شفت بقى ان هم وقعوا في المتشابه، لان في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيغ، يتركوا الامور اللي مطلوب اننا نجتهد فيها. يقعد الامام الشافعي يتناقش مع ابو حنيفه، القرء طهر ولا حيض؟ ودول يقعدوا يتناقشوا، الاستواء ده صفه ذات ولا صفه فعل؟ اليد دي صفه ذات ولا صفه فعل؟ هو ليه يد؟ طب ولو ليه يد هي ليها اصابع؟ واحد يقول لك اه، النبي قال بين اصبعين من اصابع الرحمن، يبقى ليها اصابع. طب والاصابع ليها ضوافر؟ يقول لا والله مش عارف، مش عارف. ده اسمه كلام، ده اسمه كلام يتقال بهذه الصوره، وللاسف بيكتبوا كده في كتب. فهمت بقى ازاي؟ فربنا ينجينا يا سيدي. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للامام مسلم في صحيحه الحديث 43 بعد 906,000، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة. تستر دي مدينة ناحية الأهواز كده، خراسان، يعني منطقة إيه؟ أفغانستان الوقتي وشمال إيران في المنطقة دي. كانت زمان الحتة دي اسمها الأهواز، بتسمها إيه؟ في بلاد الأهواز دي تلاقيها الوقت يمكن تبع إيران في الحتت دي يعني. المهم بلد اسمها توستر، وخلاص خرجت علماء كتير. يقال عليها أهواز، عرب الأهواز. لا، في عرب الأهواز دي جنوب إيران، دي فوق الخليج، وفي الأهواز الشمالية الثانية دي قرب أفغانستان، واخد بالك؟ يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، آيات محكمات، أقيموا الصلاة محكمات، واخد بالك إزاي؟ الزنا اجتنبوه، الخمرة لا تقربوا الزنا إنه فاحش، أوفوا بالعهد، واخد بالك؟ أوفوا بالعقود، آتوا الزكاة، حجوا البيت، محكمات عارفينها خلاص، عرفناها وجت السنه بينتها. لا، هما ما يتناقشوش في دي، طول النهار قاعدين يتناقشوا ايه؟ يتناقشوا في ذات الله عز وجل، وربنا بيقول يحذركم الله نفسا.
منه آيات محكمات يعني ظاهرة المعنى واضحة المعنى لا يختلف عليها إنسان. هن أم الكتاب وأخر متشابهات، زي ما قلت لك في متشابهات في الفقه ينبني عليها الاختلاف المذهبي، وفي متشابهات في الصفات الله عز وجل ينبني عليها اختلاف عقائدي. فهمت بقى؟ وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أو النبي بيحذرنا منهم فاحذروهم. وعن أبي قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. هجرت، أصل الهاجرة هي إيه؟ وقت الظهر. يبقى هجرت يعني جيت قبل الظهر، جيت قبل الظهر، لكن خرجت عن معناها الأصلي وصارت بكرت مطلقا، يعني جيت بدري وخلاص، حتى ولو بالليل يقول هجرت، يعني بكرت يعني. فهمت بقى إزاي؟ لكن هي أصلها الهاجرة اللي هي وقت الظهر، ويبقى هجرت يعني جيت إيه؟ قبل أذان الظهر. وعشان كده قال لك التهجير ايه؟ لو علمتم ايه؟ لو علمتم ما في التهجير والاذان والصف الاول ثم لم تجدوا الا ان تستهموا عليه لاستهمتم عليه. يعني لو علمتم ما في التهجير يعني التبكير للمجيء لصلاة الجمعة، واخد بالك ازاي؟ والمجيء للمسجد قبل الاذان، واذان كمان وثواب الاذان وكذلك ثواب التهجير والأذان وإيه تاني؟ والصف الأول. لا ثم لم تجدوا أن تقترعوا، يعني تعملوا قرعة، مين اللي يقف، مين اللي يأذن، مين اللي يدخل بدري الجامع، كنت عملته كده لو عرفتوا الثواب. فاهم؟ يبقى التهجير اللي في الحديث معناه التبكير لصلاة الجمعة أو الدخول في المسجد قبل دخول قبل الأذان. فهمت إزاي؟ ده المعنى. يبقى هجرت هنا يعني بكرت مطلقا، وقد تكون هجرت يعني جئت قبل الهجر، تحتمل كده يعني قبل صلاة الظهر. فالمهم هو بيقول ايه؟ قال هجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال فسمع اصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. يجي واحد يقول ايه؟ ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقبلها يقول قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هي من نفسي ولا من عند الله؟ يعملها أزمة درجة عيال يرتد، وقال لك عشان القرآن في تناقض، مرة يقول كل من عند الله ومرة يقول ما أصابك من إيه؟ من سيئة فمن نفسك. هي من نفسي ولا من عند الله؟ بدل ما يروح يسأل، لأن اختلفت الجهة، اختلفت الجهة. قل كل من عند الله خلقا وإيجادا، وما أصابك من سيئة فبكسب نفسك. فهنا بتتكلم على الكسب والاختيار، والتانية بتتكلم على الخلق والإيجاد، فاختلفت الجهة فلا تناقض. فهمت بقى ازاي؟ لا، يجي بقى ايه في الايتين دول يعملها أزمة في قلبه وشبهة، ويقول لك القرآن فيه اختلاف، يبقى القرآن ده مش من عند الله ويكفر. شفت بقى المشكلة؟ فالنبي لقى ايه؟ اتنين برضو قاعدين بيتناقشوا في ايات في ظاهرها تناقض كده، في ظاهرها التناقض. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، واخد بالك ازاي؟ وقال لها وللارض ائتيها طوعا او كرها ايه؟ قالت اتينا طائعين. وفي البقرة يقول ايه؟ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم
أما ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، واخد بالك إزاي؟ وتيجي في آية تانية تبين لك إيه، إن السماء قبل الأرض والأرض كانت إيه، وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام سواء للسائلين. طب هو خلق السماء الأول ولا خلق الأرض الأول ولا؟ ويبتدي بقى يعملها تناقض. لا يا سيدي مفيش تناقض، لا مفيش تناقض خالص، لأن الأرض خلقت في مراحل، ففي مراحل سبقت السماء وفي مراحل أخرى تأخرت عن خلق السماء. فهنا بيتكلم على مرحلة وهنا بيتكلم على مرحلة. حتى علماء الجيولوجيا بيقول لك دي في مراحل جيولوجية بتاخد ملايين السنين، فهمت ازاي؟ فدي مرحلة ودي مرحلة، وربك بيوصف لك كل المراحل. فمرة يقول لك إن الأرض كانت قبل السماء، ومرة يقول لك السماء كانت قبل الأرض، يبقى دي مرحلة ودي مرحلة، مفيش تناقض. لكن الايه التناقض بيبقى في ذهن الانسان، واخد بالك ازاي؟ لا بس مع مثلا ايه يوم لا ينطقون، واخد بالك ازاي؟ يبقى مش هينطقوا الكفار دول، مش هينطقوا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى في ايه ثانيه يقول ايه، يوم يبعثهم فيحلفون له. طب ما بيحلفوا وبيتكلموا، هم مش هينطقوا ولا هيتكلموا ولا ايه؟ فهمت ازاي؟ لان يوم القيامه ده طويل، ده في مرحلة أول ما يبعثوا يذهلوا فما ينطقوش، وبعد ما يطول بهم الوقت يبتدوا يكلموا بعضهم ويلوموا بعض ويتعامل، وبعدين بعد كده وقت الحساب يحلفوا لربنا إن هم كانوا ما مش قصدين يكفروا، بس هم اللي أخطأوا، إحنا ما عرفناش، بس إحنا حاولنا نجتهد، فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى إيه، مرة يتكلموا ومرة ما يتكلموش، ومرة لا يسألون ومرة يسألون، ومرة ينساهم ومرة يخاطبه، يبقى دي مراحل، لانه يوم 50,000 سنة، وبشفاعة النبي يبقى ايه 1,000 سنة، مش كده برضو؟ ويشفع تاني خليه 500، فيبقى ده يوم طويل، فما فيش تناقض في القرآن. لكن يجي لك بقى شوية عيال قاعدة تتناقش مع بعضها، يجيب لك آية دي قدام دي وآية قدام دي، وهما الاثنين جهلة ويتماروا. فالنبي لما سمع المنظر ده ايه غضب، انتوا بدل ما تتماروا روحوا اتعلموا، تعالوا اسالوني، روحوا لابو بكر، روحوا لعلي، روحوا لعمر، انما تقعدوا تتكلموا كده مع بعضكم مين؟ انتوا الاثنين جهله قاعدين تتماروا مع شويه جهله، زي بالظبط القنوات الفضائيه يجيب لك ايه في الحوارات، اثنين جهله بايه بيناقضوا ببعض، اثنين جهله، لا ده عارف يبين حجته ولا الثاني عارف يرد على الشبهه، واخد بالك ازاي؟ عشان يعملوا اعلانات وفلوس وخلاص، فهمت؟ فده ما ينفعش النبي يغضب على مثل هذه البرامج زي ما غضب على الراجلين دول بالظبط. فسمع اصوات رجلين اختلف في ايه، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي. جندب يعني خنفسة، تصور واحد يسمي ابنه خنفسة، عشان تعرف بس إن الجاهلية دي كانوا عايشين حياة إزاي، يسمي ابنه خنفسة وصرصار ودبانة، حاجة غريبة، وعبيط ويسميه حمار، والله كانوا بيسموا كده. جاء الاسلام بقى هز بالطباع. شوف انت اسماء الناس دلوقتي، امشي في الشارع كده ووقف اي واحد تلاقي اسماء جميل، احمد، محمد، محمود، عبد الله، عبد الرحمن، شفيق، رؤوف، كريم، اسماء جميله. اتفرج انت وانت ماشي ايام الجاهليه هيلاقي ده اسمه حمار وده وحش وده اسد وده مجرم وده قليل الادب وحاجات غريبه الشكل، فهمت ازاي؟ فشوف تعرف الاسلام كيف لما دخل رقق الطباع ونشر الحسن. او جندب ده يعني ايه؟ عارف الجندب اللي هو الخنفسه، واخد بالك ازاي؟ تصور انت واحد يسمي ابنه خنفسه جعران، ما الجعران ده الخنفسه، عبدت من دون الله ايام قدماء المصريين، تصور بقى، عشان تعرف بس من الاسماء كده نعمه ربنا علينا. عن جندب ابن عبد الله البجلي، ويقول لك عبد الله بن مغفل، الصحابي اسمه مغفل، ابوه اسمه مغفل، تصور انت ابنك اتولد جابوا لك ولد تسميه مغفل بعد اسمه ده، فهمت ازاي؟ كانوا بيعملوا كده،
قبل في الجاهلية، فهم؟ عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني ما تعرفت عليه القلوب وارتاحت، فإن اختلفتم فيه وما جاتوش حل فقوموا، يعني قوموا يعني فوضوا الأمر لله حتى يجعل فيكم عالم يعلمكم، لكن ما تاخدش رأي، يبقى تقوم على طول. أنا شايف قدامي تناقض ومش عارف أحله ومش لاقي عالم، أأجلها لحد ما ربنا إيه يكرمني كده ولاقي عالم يحل لي هذا الإشكال. مش أكفر، في علم تكفر مباشرة، يلاقي تناقض في ذهني، والتناقض في ذهنه مش في القرآن على فكرة، التناقض ده في ذهنه هو لكن مش في القرآن، عليه يروح للعالم يقول لك أصل ما فيش علماء. طب يا سيدي قوم، قوم عن هذا التناقض وأجله وقول يا رب زدني إيمان، والله ربنا هيفتح عليك ويفهمك، أو هيوقعك في عالم يحلها لك لو أنت عايز الحق، فما فيش داعي للتسرع. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وعن أبي قال: حدثني عبد أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. شوف صخر، حد يسمي ابنه صخر؟ عشان تشوف بس ايه العرب كانوا حالهم ايه ايام الجاهلية بس، وبعد الاسلام بقى اولادهم اسمهم ايه، عشان تعرف الاسلام كيف انه غير طباع الناس. ابن صخر الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا أبان قال: حدثنا أبو عمران قال: قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بمثل حديثهما. باب في الألد الخصم. الألد الخصم اللي هو ايه؟ واحد شديد العداوة، يعني لما يعادي يبقى شديد جدا في عداوته وشديد جدا في خصومته، ولا يقبل العذر ولا يسامح ابدا، هو ده الالد الخصم، ده من اسوأ الناس. فهمت ازاي؟ وجايه من اللدد، اللدد اللي هي حافه النهر، كانك كل ما تجيله من الجهه دي يروح لك الحافه الثانيه يبعد، كل ما تجيله من الجهه دي كل ما تحاول تقرب له يبعد على الحافه الثانيه. فهمت ازاي؟ جايه من اللدد اللي هي حواف النهر. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يبقى الألد شديد الخصومة والعداوة، الذي لا يقبل العذر ولا يسامح. لكن شوف النبي بقى على العكس على طول، النبي كان يقبل عذر المعتذر، وكان لا يلوم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشاح، وإذا أراد أن ينصح ينصح بالطريقة غير المباشرة، وما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فهمت؟ وكان كريما معطاء، كثير الدعاء بالخير وقليل الدعاء بالشر، يعني معظم دعاء النبي طلب رحمة، قليل جدا لما دعا على بعض الناس باللعنة لما ربنا أوحى إليه أنه من أهل النار، فالنبي ايه صرح باللعنة. شفت قد ايه؟ لكن غير كده معظم دعاء النبي ايه؟ كله طلب رحمة صلى الله عليه وسلم. باب اتباع سنن اليهود والنصارى، سننهم يعني طريقتهم في الحياة، اسلوبهم في الفهم وطريقتهم في حتى طبيعة الثقافة، حتى في الثقافة وتلقي العلوم. يعني هم الوقت اليهود والنصارى بيتلقوا العلوم عن طريق الكتب لان ما لهمش مشايخ. احنا الوقت بعد المطبعه بقى كتير من المسلمين يتلقى العلم، يروح معرض الكتاب يشتري شويه كتب ويقعد يقراها لوحده، وبعدين يفتكر نفسه عالم، وبعدين يروح يعمل عمره يجيب جلابيه كده دفه ولا الاصيل بيضه جميله شيك كده ويربي دقنه ما شاء الله، ويقف في المرايه كده يلاقي نفسه والله انت شكلك شيخ اهو حلو، وبعدين يجيب غطره، يجيب معاه بتاع غطره كده زي الطرحه يحطها على دماغه، وبعدين يقصر الثوب بتاعه ويجيب ايه سواك طويل كده يخبط في ودنه وهو حاطه في جيبه ويطلع يخطب الجمعه، وبقى علامه. ما ينفعش كده،
الطريقه دي ما تنفعش، لانه خد العلم ايه؟ من الصحف. نفس طريقه اليهود والنصارى هي كده، ما لهمش مشايخ. يروح معرض الكتاب يلاقي ايه؟ الانجيل طبعا ايه؟ جديده ومنقحه. واخد بالك؟ كل سنه يعملوا تنقيح للانجيل، كل سنه بينقحوا. هو يعني كان في قاذورات قاعد بتنقيها يعني؟ بتنقح فيه؟ وبعدين يجيب شويه الكتب دي يقعد يقراها ويفتح له كنيسه ويبقى قسيس. لا، المسلمين مش كده. المسلمين شوف ربنا بين لنا منهج العلم في القرآن على فكرة، بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك يعني إيه؟ يعني العلم سائل ومسؤول وسؤال. ما أنت فكها الآية بقى. وإذا سألك عبادي يعني معناه إيه؟ سائل يعني تلميذ، ومسؤول يعني معلم، وسؤال يعني منهج. فهمت إزاي؟ هي دي طريقتنا. ساعتها فقل اني قريب، تجد ربك قريب منك، لان خلاص تفهم فتجد ربك قريب منك. لكن انت تركت العلم، تركت ايه؟ ان تكون تلميذا، وتركت ان تسال، وتركت المسؤول اللي هو العالم. لعلمه الذين يستنبطونه منكم، ما احنا لازم نروح للذين يستنبطونا كده برضه. وإذا جاءوا أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه مين؟ الذين يستنبطونه منهم. فهمت بقى؟ يبقى لازم إحنا نروح لمين؟ الذين يستنبطونه اللي هو العالم. وما نروح له، نروح له تلامذة، مش نروح له نمتحنه. فهمت إزاي؟ يسأله الأول هو ربنا فين؟ لو قال له في السماء يقعد يسمع الدرس. لو قال له غير كده يبقى أشعري. يسيبه ويمشي، شفت الجهل المدقع. ولا هو عارف الأشعرية قالوا إيه، ولا هو عارف السلفنجية قالوا إيه، ولا عارف حاجة. لكن جاي يسأل الشيخ يمتحنه. فهمت بقى؟ أدي المسألة. لا، لازم العلم كده. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال الرحمن فاسأل به خبيرا، مش كده برضه؟ الرحمن فاسأل به خبيرا. وبعدين قال لنا إذا سألك عبادي عني، عرفنا إن الخبير مين؟ هو النبي. تروح للنبي. طب والنبي ليه وراث؟ مش العلماء ورثة الأنبياء؟ يبقى خلاص. طب النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي في الرفيق الأعلى. أعمل أنا إيه؟ أروح لوراثي؟ أسألهم. فهمت بقى؟ لا، ده ما بيروحش لوراثي يسألهم، ده بيروح معرض الكتاب. ينزل يشتري كل سنة ما شاء الله ب 2000 3000 جنيه كتب، ما شاء الله عنده مكتبة جميلة. وحاططها كلها جنب السرير. كل يوم قبل ما ينام كده يروح ساحب له كتاب ويقعد يقرا. يجي الجمعه يروح لابس الجلابيه اللي جابها من العمره، واخد بالك، ويحط الطرحه اللي هي الغطره، وينزل يخطب في الناس، وعامل نفسه علام. شفت المصيبه اللي احنا فيها بقى؟ هو ده اللي احنا، العك اللي احنا فيه. هو ده اتباع سنن اليهود على فكره. سنن اليهود كده، ما عندهمش علماء، عندهم كتب، وكتب غير موثوق فيها. فاصبح ايه؟ يتلقوا العلم من كتب غير موثوق فيها، ومفيش علماء. احنا بقينا كده، كتب الطبعه احيانا تحصل فيها خطا. يقراها بالخطا المطبعي، يظن ان الخطا المطبعي صح. يقوم ايه؟ ياخد منها فتوى خطا. فهمت بقى ازاي؟ دي مشكله. ومش كده وبس، ده في طلب العلم اتبعنا طريقتهم. ومش كده وبس، واتبعنا اسلوبهم في الحياه. حياتهم كلها شهوات واستهلاك، وكل شويه عايز يغير العربيه، وكل شويه عايز يغير الموبايل، وكل شويه عايز يغير البدله، وكل شويه عايز يغير الشقه اللي ساكن فيها، وكل شويه عايز يجدد، كل شويه عايز 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 عايز، وعايز كمان يجمع الاموال ويبقى عنده ارصده. فبقينا نفس الاسلوب، شهوات وتحصيل دنيا وطمع وتنافس. ومش كده وبس، بقينا نلبس زيهم كمان. الموضه، بيوت الموضه، يفرضوا علينا الموضة، حتى الذوق العام، حتى الألوان، تناسق الألوان. يقول لك السنة دي هنلبس موف مع أسود، والسنة اللي بعدها أحمر مع أزرق، والسنة اللي بعدها أخضر فاتح على مش عارف لون بني، وهكذا. قاعدين يلونوا لنا وإحنا نمشي وراهم. كل سنة يقول لك أصل الموضة السنة دي اللون الأحمر، أصل الموضة السنة اللي قبلها كانت اللون مش عارف إيه. نفس الطريقة اللي قالها النبي بالظبط. صح؟
الصلاه هي هي اسلوب الحياه، طريقه الفهم، الثقافه العامه، الوجدان اتربى على طريقتهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى طريقه اكلهم، حتى اللي بياكلوه هم بياكلوا هوت دوج، واحنا عندنا الدوج ده نجس، دوج يعني كلب، هم بياكلوه سخن، نقوم احنا ناكل هوت دوج يعني الكلب السخن، بس ده مش كلب، ده بقره. طب واسميها كلب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ان تسمي الحلال باسماء المحرم، يعني حتى لا يصلح انك انت تجيب كوبايه ميه وتقول دي خمره وتروح شاربها، يقول لك ياثم. شفت قد ايه؟ لا ده احنا نعمل كده كنتاكي ومش عارف ايه. هتجيب ايه يا ابني النهارده تتغدى؟ يقول لك هتغدى النهارده هوت دوج. يعني ايه يا ابني؟ ده الكلب حرام. يقول لك لا لا مش كلب، ده اسمه بس. لكن احنا وبعد 100 سنه يجيبوا لهم كلب فعلا ياكلوه. وفي بعض المطاعم بتغش، بيذبح الكلاب ويعملها ويحطها عشان يبقى ايه اسم على مسمى. ما هو اصل راجل صادق، امال هيكذب عليك؟ انت عايز هوت دوج يقوم يديلك هوت بقره؟ ما ينفعش. فهمت ازاي؟ نفس الاسلوب هو هو. وعن ابي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين، ممكن تقول سنن وده ارجح بالفتح، ممكن تقول سنن، تنفع الاثنين. فهمت ازاي؟ عشان ما تعدلش على الشيخ، تيجي تلاقي الشيخ بيقول على المنبر مثلا لا تتبعن سنن الذين من قبلكم، تقول لا لا اخطا الشيخ انا هقول سنن. لا يا سيدي الاثنين صح، سنن وسنن صح، لكن الارجح في الروايه بالفتح، الارجح في الروايه من حيث الروايه مش من حيث اللغه، اللغه اوسع. فهمت؟ لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله آل يهود والنصارى؟ قال فمن؟ هو في غيرهم؟ شياطين الإنس. وعن أبي قال وحدثنا عدة من أصحاب من أصحابنا عن سعيد ابن أبي مريم. عدة ما صرحش هنا عن شيخه، دينا من نوادر 14 حديث في صحيح مسلم كده بهذه الهيئة، 14 حديث في صحيح مسلم كله، لكن بيجيبها في التملي في التوابع، التملي يجيبها ايه في التوابع، يعني كأنه بيروي عن مجهول اهو. وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد نحوه. قال أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وذكر الحديث نحوه. باب هلك المتنطعون. المتنطعون اللي هم إيه؟ يجي يتشدد في موضع ما فيهوش تشديد، ويتساهل في موضع يحتاج فيه الاحتياط، يبقى ده متنطع. فهمت ازاي؟ يبقى التنطع هو التشديد في موضع لا يحتاج فيه للتشديد، بل يحتاج فيه للتيسير، والنبي يقول لك يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، فيجي في موضع محتاج فيه التيسير يشدد على الناس. يبقى ده متنطع. ده يريد ان يفتن الناس. وفي ناس متفيهقة، متفيهق يتكلم بقى كلام كده ومصطلحات الناس مش فاهماها. واخد بالك ازاي؟ السياسة الآن تقوم على الشيفونية، والشيفونية عندما نشأت ظهر عندها الديمونية، والديمونية عندما وقاعد يقول في كلام غلط كده، يعني الناس قاعدة فاهمة ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ وتطلع ايه بعد ساعة مش فاهم اي حاجة، مش فاهم اي حاجة. فما ينفعش كده، ده اسمه المتفيهقون، تفيهق. خاطبوا الناس على قدر عقولهم، وكل ما تبقى بسيط في كلامك كل ما تبقى اعمق علما لعلمك، كل ما يبقى كلامك بسيط كل ما تبقى اعمق علما. احنا جربنا اساتذتنا كل ما يبقى استاذ شاطر في مادته يشرح لك الحاجات الصعبه بطريقه بسيطه، وكل ما يبقى ضعيف في الماده بتاعته يقوم يجي لك الحته البسيطه يخليها لك صعب. فهمت ازاي؟ فكلما ازددت علما كلما
ازددت يعني ايه بساطة في التعبير عن ايه عن المعلومات. انما الرسول قال هلك المتفيهقون، هلك المتنطعون، ودول كتير قوي الوقت ما شاء الله يعني. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الاحنف بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في اخر الزمان. نقرأ جزء منه ونكمل بقية الباب غدا ان شاء الله. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وكله ظهر والله يا رسول الله، والله كله ظهر. وقال قبل كده رفع العلم على فكرة بإيه؟ بقبض العلماء. خد بالك، رفع العلم بقبض العلم مش بقلة الكتب والمطابع، ده ما شاء الله الكتب والمطابع ما فيش اكتر منها، لكن مين اللي يفهمها؟ يبقى العلم هو الفهم وليس الكتاب. العلم هو الفهم، الفهم الصحيح المنضبط على قواعد. فهمت ازاي؟ يبقى ده العلم بدليل انه بيرفع بقبض العلماء. لو كان العلم هو المعلومات المكتوبة في الكتب يبقى ما لا يرفع، مش كده؟ لان الكتب والمعلومة موجودة. يبقى فرق بين المعلومات والكتب وبين العلماء. يبقى العلم اللي يريده النبي ايه؟ هو الفهم الصحيح. من يريد له به خيرا ايه؟ يفقهه في الدين. هو ده العلم الصحيح. من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وكله ظاهر. يعني الجهل يبقى هو اللي ثابت في قلوب الناس، الشبهة هي اللي ثابتة في قلوب الناس، والعقائد السليمة المريحة مرفوعة. فهمت ازاي؟ بقى ثابت على الجهل. فهمت ازاي؟ من كثرة تكرار الجهل الناس تفتكروا حقائق، ويفضل في الآخر، وفي الآخر يطلع ان هو أوهام أو كذب. فنسأل الله السلامة. نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.